بداية أهلا وسهلا فيكي مع بوشيا. بسم الله بالرغم من صغر سنك وحداد تعهدك بالعروسة الفنية، لأنه في برصيدك الفني كثير من الأغنيات اليوم. تحكي لنا عن الأغنيات اللي لحد الآن صورتيها أز فيديو. لحد الآن سويت 4 أغاني خلال 4 سنوات. أول أغنية لي كتابي مليان أبغي وصالك، وبعدها مغلاك، وآخر واحدة أستاهل تحبني اللي هي العراقية. فيس هذا الـ4 أغاني سويتهم. تمام، وحاليا أنت عم تجهزي لفيديو كليب؟ صحيح، حاليا قاعدة أجهز لألبوم، وأول أغنية خلصتها الأسبوع اللي راح، أغنية حلو مودك، أغنية مصرية. خلصت الفيديو كليب. طبعا الفيديو كليب خارج المألوف شوية، فيديو كذا غير وغريب، والمخرج من أمريكا، وكانت الفكرة ما بين جدة ودبي وأمريكا. تتذكري أول أغنية غنيتيها بسم الله شو كانت، وكيف يعني كيف خطرت ببالك الفكرة أن تكون يعني تحترف الفن جدية؟ أول أغنية لي كانت أول بدايتي، أوكي، وكان شوي شعور غريب أن يعني أغني، والأغنية الحمد لله وقتها انعرفت، فكان شعور حلو بصراحة، وكان ما كان صعب لأنه أنا مغنية فأنا أحب هذا الشيء. تمام، فينا نسمع مقطع من أول أغنية غنيتيها؟ اوكي. معقولة نسيت اللي سويته، ما حسيت باللي بنيته بكل سهولة، كذبت بيعني ما هي معقولة كذا ترميني. يسلم عليكي. بسم الله، شو العوامل يعني شو انت اليوم عندك متابعين، عندك عدد مشتركين على قناه يوتيوب، وانت من المشتاقه لتيك توك، تحكي لنا على الارقام اللي وصلتي لها على هاي المنصات، قديش عدد متابعينك على تيك توك اليوم، على انستغرام، على يوتيوب؟ عدد متابعيني على التيك توك 4.5 مليون. الـ4.5 مليون الحمد لله قدرت اني اكتسب هالجمهور خلال سنه. الانستغرام نفس الشيء، عدد متابعينه 200,000 وفوق، لان كانت عندي مشاكل بالانستغرام. السناب شات نفس الشيء. تمام. الفولور على هاي المنصات او من تجربتك، يعني كلنا بنعرف اليوم في اعلان مدفوع بنوصل عدد متابعين، بس بالاخير اذا ما في محتوى قيم او شيء سمع، حتى لو كان احنا ما بنوصل لهذا العدد. شو اهم العوامل اللي ساعدت على انك بناء هاي الكم من المتابعين؟ العوامل اللي ساعدتني على هذا الشيء، اول شيء الحمد لله الناس حبتني، حبت شخصيتي. لازم الشخص يكون عفوي مع متابعينا، لازم يكون متفاعل معاهم، لازم يكون عنده محتوى، لازم هالمحتوى يكون شاطر فيه ويحبه عشان يقدر يوصل لهالعدد من الناس، وسبحان الله يعني حبوني. تنحب. طيب حبيتي تسمع هيك اغنية تختاريها انت بتحبي كثير تغني، اكثر اغنية بتحبي تسمعيني اياها؟ اوكي، اللي هي اغنيتي وبعدها حاعمل شيء جديد. مرات اتمنى الهوى ياخذني يمك، وبجسمي حسيت المشي مو دمي دمك، لك عيني قل لي للأبد بس أنا همك، يا أغلى سر بدنيتي من حقي أمك، كل الأصايد من حلا عينيك من دفا إيديك، كتبتن وقلتن هودي الأصايد مش حكي يا روحي، هو بكل الأصايد هو لكي كل زمن. لما بتختاري أغنية مين يعني بتاخدي رأيي؟ عندك فريق بتختاري، بتاخدي رأيه وبتاخدي رأي حدا أنت بتأثري فيه فنيا، أو أنت صاحبة القرار بالاختيار دائما؟ أول شيء بكون أنا صاحبة القرار أكيد، لأنه أنا لازم أحس الأغنية ولازم أحبها. بس طبعا نفس ما قلت لك أنه أنا عندي إدارة أعمال، شركة SS هيليدور هي إدارة أعمالي، فأكيد نحن نختار مع بعض، نشوف شو الأغاني اللي تناسبني. ممكن أغنية أنا أحبها بس ما تناسبني ولا تناسب عمري، أهلي معاي طبعا، نختار الأغاني مع بعض، بس طبعا القرار يرجع لي أنا في الأخير. تمام، شو الأشياء اللي بتحبي تعمليها غير أنك تغني؟ الأشياء اللي أحب أعملها غير أني أغني، خلينا نقول أحب أقلد، ممكن يعني أحب التقليد. مين بتقلدي؟ يعني بقلد انه مثلا
اقلد شخصيات يا مثلا حدا شخصيات معين مو ما في احد معين حسب الشيء اللي حبيته هو اتقمصه اقدر اتقمصه صحيح وما قلت شيء انه الحمد لله انه انا انضميت لشركه جديده شركه يونيفرسال في كثير اعمال مع هالشركه وجد انا كثير فرحان انه انا انضميت لهم كل التوفيق وشكرا كثير على هذا الشيء بس خلينا نختم باغنيه بنحب نسمعها للمتابعين خلينا نختم اوكي على بالي ولا انت داري باللي جرالي والليالي سنين طويلة سبت بالي يا انشغالي بكل كلمة قلتها شكرا 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 شكرا